صباح الخير. بخمسة عشر يحتفل العالم بيوم المعلم العالمي. بنحاول دائما نركز على عملية التعليم، ومش بس التعليم كتعليم، عم نحكي عن تميز، عن ثقافة تميز وجودة بمخرجات التعليم. جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي بال 2005 ارتأت انه يكون في جوائز بتشجع هذا القطاع اللي يعتبر عصب الأمة وانعكاس لحضارتها، سواء بتكريم المعلم ومن ثم المدير وأيضا المرشد التربوي. معنا مجموعة سيدات حاصلين على جوائز سواء في مجال التعليم أو حتى بالإدارة، بنحب نسمع عن تجربتهم وكيف انعكس هذا على الصف المدرسي. بدي أرحب بداية بزينة عبد الله. صباح الخير. معلمة لغة إنجليزية، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. ومعنا اعتدال الردايد، أهلا وسهلا فيكي. مديرة مدرسة، منورينا، وأنتوا سفراء التعليم بالأردن، أهلا وسهلا فيكم. بدي أبدأ من عندك ست اعتدال، كم مديرة مدرسة بالمجال لك 21 سنة. قبل ما أسألك عن الفرق بالجيل بالتعامل مع الجيل، أنا بعرف كثير أنه وظيفة مديرة المدرسة شوي صعبة هالأيام، خبرينا عن اشتراكك بالجائزة بداية. والله أول شيء أهلا وسهلا فيك، وكثير يعني أنا سعيدة أنه أكون موجودة معكم اليوم، يعني بمناسبة عيد المعلم بقول لكل المعلمين كل عام وأنتم بخير في الأردن وفي العالم كله. اشتراكي بالجائزة طبعا يعني ما إجا صدفة، أنا بشجع معلماتي كل سنة إنهم يشتركوا بالجائزة من 2006، من لما بدأت يعني فكرة جائزة الملكة رانيا للتميز، واللي كان يعني هدفها يعني خلينا نحكي تسليط الضوء على المعلم، إعادة الهيبة له، تعريف المجتمع بمكانته، وإنه في كتير متميزين ما بين المعلمين. فكنت دائما أدعم معلماتي إنهم يشتركوا، والحمد لله يعني في عندي معلمتين فائزتين بهذه الجائزة. بعدها صار دورهم والمجتمع، صار المجتمع المحلي والأهالي وأولياء الأمور وكلهم يعني انه ست اعتدال اشتركي بالجائزه، انت مؤهله للفوز، انت مؤهله. فترددت يعني دوره دورتين وانا متردده، بعدين قلت يلا خليني اشترك، وتقدمت في انا يعني العام الماضي 2013، والحمد لله يعني حصلت على الجائزه. حلو كيف انك بديتي يمكن المعلمين او المعلمات اللي عندك قبلك وهم اللي شجعوك انك تشتركي. يعني اتوقع من الاهداف اللي حطتها هاي الجمعيه وهاي الجائزه انه ما في شخص بقطاع التعليم مش مهمه وظيفته، والمديره تحديدا قد ايه بتقدر يمكن تلم الطلاب والمعلمين باجواء تربويه صحيحه 100%. بدي انتقل لعند زينه. زينه تجربتها يعني دائما بنحكي عن الاصرار بالوصول الى الهدف، وزينه هي يعني اجمل مثال عن الموضوع. سمعتي عن الجائزه من 2006 وصرت هيك تعرفي تفاصيل اكثر، بال 2012 اشتركتي وصلتي لاخر مرحله هيك على دقره ما زبطت حصلتي على جائزة بهاي بالسنة الماضية بال 2013، صحيح؟ صح مزبوط. بالبداية بشكركم كثير على هاي الاستضافة الرائعة. قناة رؤية دائما سباقة لدعم المعلمين، دعم التميز في الأردن. بحب أصبح على كل معلم ببدأ يومه بهمة ونشاط، بحب أصبح على كل معلم بيعلم أبنائه حب الأردن، عشق الأردن، كيف نحول هالعشق هاد لعمل بيكبر فينا وبيكبر الأردن معانا. طبعاً جائزة الملكة رانيا كانت بالنسبة إلي زي حلم، زي هاجس. كنت دائماً أحضر الحفل التكريمي اللي كان يصير كل سنة، وفعلا حطيتها براسي مزبوط بال 2012، قدمت لها وصلت للمراحل الاخيره في الجائزه لكن ما فزت. حبيت بال 2013 اكرر التجربه وتقدمت مره ثانيه للجائزه، والحمد لله وصلت وفزت. هلا الحلو كثير واللي حبيته في الجائزه التطور المستمر، يعني بالعام 2012 كانت عباره عن ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت التقييم الكتابي، المرحله الثانيه التقييم الميداني، والمرحله الثالثه المقابلات الشخصيه. هلا اللي حبيته بال 2013 انه طبعا جمعيه الجائزه دائما بتسمعنا، دائما بتاخذ بارائنا احنا كمعلمين،
فاستحدثوا مرحلتين، المرحلتين المرحلة الأولى كانت مرحلة التأهل إلى ما قبل التقييم الكتابي، والمرحلة الثانية المقابلة لما قبل الميداني. وكل مرحلة بالنسبة إلي كانت تشكل إلي فرحة، يعني الانتقال من مرحلة لمرحلة إنجاز بحد ذاته، بالنسبة قفزة، هي بتشكل قفزة نوعية بالضبط. ويمكن أحلى مرحلة كانت مرحلة التقييم الميداني، لما بتيجي عندنا لجنة بيجوا عندنا من 7 الصبح على المدرسة، بيحضروا معنا الطابور الصباحي، بيحضروا معنا حصة، بعد الحصة بشوفوا ورقنا، بشوفوا توثيقنا، بشوفوا صورنا، بيلتقوا الأهالي، بيلتقوا الطلاب، بيلتقوا المجتمع المحلي اللي شاركنا معاه. هذا بحد ذاته فرحة، لأنه بتحس قديش في تقدير للمعلم، خاصة أنه لجنة المقيمين اللي بتيجي بتحاول أنها تظهر التميز فيك. فصراحة تجربة رائعة كانت الجائزة، وبشجع كل المعلمين أنه يتقدموا إلها كل سنة. كتير حلو، يعني أنا بدي أشيد قديه هاي الجائزة بتهتم كتير بالتفاصيل. يعني أنت بتحكي لي أنه أنا كان في على آخر إشي إنها ما زبطت، وبعتوا لك بالنهاية تقرير عن، ما بدي أحكي نقاط الضعف اللي ما خلتك بال2012 تاخدي جائزة، هي مجالات التحسين. على شو بالضبط اشتغلتي زينة؟ مزبوط. هلا احنا بعد طبعا بعد ما انتهى حفل التكريم الملكي مباشره بعثوا لنا تقرير، التقرير هاي بتوضح نقاط القوه ومجالات التحسين اللي لازم نشتغل عليها. وفعلا مجالات التحسين كانت في محلها، اشتغلت عليها وضلتني طول السنه يعني احاول اني اطور من نفسي ومن مهاراتي. وهاي كمان فائده للجائزة، إنه المعلم عم بيطور من مهاراته الأكاديمية والمهنية. وبعدها الحمد لله يعني تقدمت مرة ثانية وما كان عندي أي تردد، لأنه حلو. كل مرحلة زي ما قلت لك كانت كتير تستفيد، وبالعكس بيحكوا زي كل تأخير فيها خير، لأنه عم بيطوروا كمان على الجائزة. حتى التقييم الكتابي كان كتير حلو، لأنه عم تكتب أنت مواقفك التربوية في الصف، يعني ما فيها أي نوع من أنواع إنك تكون شاطر بالكتابة، لا، المهم إنك أنت تعبر عن حالك صح بالمواقف التربوية اللي أنت تشتغلها. صحيح. لما نحكي عن مديرة متميزة، شو المعايير؟ يعني على شو مثلا بيبحثوا عن بالمدير المتميز؟ شو الأشياء اللي كانت ضرورية أنه تتوافر بكل مدير متميز تقدم لهذه الجائزة؟ حقيقة هي معايير الجائزة قد تلتقي ما بين المعلم والمدير والمرشد. في نقاط لازم يلتقوا فيها، مثل التخطيط، مثل التنمية المهنية، مثل يعني إدارة المعرفة، الإنجازات الشخصية، هاي بيلتقوا فيها. بس المدير برضه بتخصص بشغلات، مثلا زي التخطيط الاستراتيجي، فلسفته الشخصية، الرؤية. لازم يكون كل مدير، وعلى فكرة هلأ كلمة مدير يعني هي وظيفة، ولكن إذا كمهنة هو قائد تربوي. هلأ بنحكي إحنا لمدراء المدارس قادة تربويون وليس مدراء مدارس، لأنه هلأ مهمتهم هي القيادة اللي هي أشمل، يعني من ضمن عملهم تأتي الإدارة. لكن نقول قائد تربوي لأنه بده يتعامل من خلال رؤية، من خلال رسالة، من خلال مهنة، من خلال إنه هو يخطط مش بس لليوم وبكرة والشهر الجاي، بده يخطط تخطيط استراتيجي، إيش كيف بده يحقق رؤيته، رؤية المدرسة. وهي مش رؤية شخصية على فكرة، هي رؤية يشترك في وضعها المدير والمعلمات أو المعلمون، أولياء الأمور، المجتمع المحلي، كل هؤلاء، يعني من له صلة بالتعليم، من له صلة بالمجتمع، لأنه إحنا أهدافنا بتطلع عن يعني تخرج عن الكتاب المدرسي. إحنا مهمتنا في المدارس إعداد الطلبة للحياة، وليس يعني مجرد علامات بدهم يحصلوا عليها وصفوف بدهم يترقوا من صف إلى صف، لا. وهذا اللي بتبحث عنه جائزة دائما، وهذا اللي بتبحث عنه تعليم متميز، ما بدنا تعليم لحاله. نعم نعم، يعني يعني كثير من المعلمين بيقدروا يدرسوا، صح، لكن القلائل يعني المنهاج بدي أخلصه يستطيعون التغيير. صحيح. احنا نبحث عن من يستطيع التغيير بالضبط. يعني انا بدي اشدد انه كلنا كنا بمدارس وبنعرف قديش المدير او وظيفته بده يكون زي ما انت بتحكي قائده، لكن انت بتقودي قاعده صرح تعليمي، يعني مش بالمهمه مجتمع السهله. وشو بتحسي مثلا، يعني انت هلا بدي احكي للمشاهدين انه يعني من خلال الجائزه رح تكملي ماجستير ما شاء الله عليكي، اعطوني من حالي دراسة، فزي مهم دائما هذا التعلم، وانه لسه بدك تطوري من حالك وبدك تتعلم، انك ما توقفتي عند حد معين. قد ايه هاي الصفه مهمه بالمدير؟
طبعا التنمية المهنية يعني والتطور اللي بده المدير يشتغل على حاله في شأنه شأن أي شخص يعني يمتهن مهنة. هلا بنلاحظ إنه الدكتور بياخذ دورات وبصير زميل بالكلية الفلانية نفس الشيء المعلم، ما هو المعلم هو اللي عماله يخرج الدكتور. إذا المعلم والمدير لازم إنه يطور من ذاته، يطور من نفسه، والجائزة جمعية جائزة الملكة رانيا يعني تتيح هذه الفرصة، تتيح هذه الفرصة، وبكون في يعني هناك تمايز بين الفائزين كسفراء في الجائزة، ونشاطهم بأهلهم إنهم يفوزوا بالمنح المقدمة. هي تسعى دائما لتأمين المنح للفائزين بصفتهم طبعا سفراء في الميدان، وعلى أساس إنهم تمنحهم فرصة إنهم يطوروا ذاتهم، وبالتالي أثرهم يكون أفضل. هلأ إحنا يعني الجائزة لا تتوقف عند استلامنا الجائزة والحفل الختامي وبس، بعديها يبدأ العمل، العمل لسه الأكثر. نعم، أنت كمتميز هلأ دورك في المجتمع، وين بدك تنشر ثقافة التميز، بدك تعرف الآخرين، بدك كمان تستقطب أعداد كبيرة من المتميزين يعني. صحيح، يعني احنا اكيد كل هذا الجهد والتعب هو بالنهايه لمصلحه الطالب، قد ايه ممكن تطلع منه كلمه شكر. هيك جوائز كمحيط معلمين بدي اركز، شو بتحسي انه بشجعكم؟ يعني انت ضليتك مصره انك تحصلي على الجائزه، شو تاثيرها يعني بعد ما انت حصلتي عليها وعلى بقيه المعلمين وكمان الطلاب؟ طبعا اثر الجائزه كان كثير كبير، بالبدايه شعرنا بتقدير من المجتمع، وما أروع لما يكون هذا التقدير من جلالة الملكة رانيا. صحيح. برضو خلت فيه عنا تنافس حلو بالمدرسة طبعاً، وأحلى لما يكون العمل بروح الفريق في المدرسة، إدارة مع معلمات، مع طلاب، مع أولياء أمور، حلو، مع مجتمع محلي. كمان خلت عنا من جوا تنافس مع الذات، إنه أنا كل سنة عن سنة بدي أصير أحسن وأحسن. كمان عم نتبادل خبرات مع سفراء الجائزة الرائعين، عندهم قصص نجاح كتير حلوة. وطبعا هذا التعاون الحلو كمان مع الفائزين عم يعني بتجذر بنادي المتميزين الموجود في الجائزة. احنا بعد ما نفوز لنا نشاطات مع بعض مع الفائزين بإقليم الوسط والشمال والجنوب، كلنا بنشتغل بروح الفريق وبنتعاون وبنشتغل بحب بعمل. بضمين نادي المتميزين اللي حصلوا على الجائزة، كل الفائزين اللي حصلوا على الجائزة. بالبداية احنا عملنا افطارات للأيتام كانت بالإقليم الوسط والشمال والجنوب، عملناه بأبهى صورة، طلع بأبهى صورة في كل الأقاليم. كمان عملنا مشروع حقيبتي، جمعنا من المجتمع المحلي مستلزمات مدرسية من قرطاسية، أدوات مكتبية زي مدرسي، جمعنا كل هاي الأمور وزعناها على طلابنا المحتاجين اللي بيفتقدوا أبسط الأمور. الأسبوع الماضي كان في عنا كمان معرض المتنقل في إربد، هو المعرض المتنقل الثالث العام الثالث، كان في إربد، وبرضه كان في له قصص نجاح عرضوا فيها المتميزين تجاربهم العملية للمعلمين. تمام. ست اعتدال، كمان انت عم تحكي انه لسه بعد الجائزة النشاطات والمسؤولية بتكتر، وقمتي يمكن بتنظيم اكبر افطار مؤخرا لما كان شهر رمضان المبارك، تحكي لنا عن اهم او ابرز الفعاليات اللي عملتوها. طبعا احنا الفوز بالجائزه هو يعني بيعطي الواحد اول شيء ثقه بالنفس طبعا، وبعدين بده يكون قد المسؤوليه اللي هو يعني نحط فيها، انه هو سفير جائزه هلا، ومش بس التميز رح يكون بس عنده بالمدرسه، بده ينشر ثقافه التميز، وهي اهم يعني اهم هدف عند سفراء الجائزه. فعملنا افطار الايتام في شهر رمضان المبارك، كان اكبر افطار للايتام طبعا اقليم الوسط، عملنا عنا بالمدرسه وضم حوالي 300 يتيم شاركوا فيه، طبعا كثير من الفائزين اللي اجى من الزرقاء اللي اجى من عمان، يعني كلهم شاركوا عنا بمدرسه الملكه رانيا، غير الجمعيات والمعلمات، طبعا معلمات المدرسه، اولياء الامور، وكلياته طبعا تبرع من المجتمع المحلي، يعني ما المدرسه ما كان يعني ما دفعت ولا شيء من ميزانيتها، وهذا بدل على انه المجتمع فعلا يرعى التميز. بعديها طبعا احنا عندنا في المدرسه عملنا مشاريع كثير،
لخدمة الطالب، لأنه عندي متميزتين، معلمات متميزات تنتين ومديرتهم، إذا برضو لازم نطلع إشي. عملنا أول غرفة فلك في مدرسة حكومية في المملكة، ولا حتى في المدارس الخاصة في غرف فلك، وكانت فعلا يعني غرفة رائعة. المدارس فيها مختبر علوم، مختبر أحياء، لكن ما فيها إشي لعلم الجيوغرافي والجيولوجيا والفلك والمدارات، هاي كلها مجسمات موضوعة عنا. الطالب صار يفوت لما بده ياخد علوم الأرض يفوت على هذا المختبر، وطبعا بنرحب بكل المدارس انهم يزوروها. عملنا كمان احيانا التربية المهنية صار شوية ضعف فيها بالنسبة للمناهج، هلأ عملنا مع شيف من أولياء الأمور عم تيجي كل أسبوع بتعطي حصة طبخ عملية. وعندنا غرفة مصادر كمان عملنا لها إحياء وكانت رائعة، لأنها بتخدم يعني لصعوبات التعلم والطلبة يعني البطيئين التعلم. ممتاز. يعني أنا بالنهاية بدي أختم على مقولة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، يا ريت يعني كل معلم زي ما حكينا لما صبح يصحى يتذكر هاي المقولة: الإنسان المتميز هو من يجعل الأشياء أفضل مما وجد عليها، هو من يترك الأشياء أجمل مما كانت عليه، هو من ينظر إلى ولد ويرى موهبة، وهي من تكتشف وراء ملامح بنت شقية شغفا برياضة معينة وتنميها. قدي مهم، بدي أختم من عندك زينة، يعني في كتير مدراء، في كتير معلمين بمروا على حياتنا وحياة الطلاب، ولكن قليلين جدا اللي بتركوا طابع التميز وبينموا ليكون شخص ناجح. فهيك مقولة وهيك جائزة قدي بتخلي عندك أنت شخصيا هدف أنه أنا بدي أستكشف بهذا الشخص إيش رح يكون في المستقبل. مزبوط، يعني أنت حكيتي مقولة رائعة على جلالة الملكة رانيا، وأحلى مقولة، أحلى وصف كان لجلالة الملكة رانيا لمعلمين الأردن، إنه أنتم سنديانات الأردن. فهذا كان وصف رائع لإلنا. قديش لما يكون في عنا طالبات إحنا منآمن بقدراتهم ومواهبهم، وبنشتغل إحنا بالمدرسة بروح الفريق مع إدارتنا، معلميننا، طلابنا، كمان إنه نحب رسالتنا قبل ما تكون مهنتنا، أكيد رح يطلع من تحت إيدينا أجيال همتها عالية، كلها نشاط وحيوية وحب للعمل. وبشكر أنا بهالمناسبة أكيد مديرة مدرستي، زملائي المعلمين، طلاب الأولياء الأمور، لأنه فعلا ساهموا في تحقيق هذا الفوز. وهذا الفوز أنا ما بعتبره فوز إلي لحالي، بالعكس كمان فوز لهم. بشكر اكيد اهلي وزوجي ونشكر شغلك من حديثك واضح وملامحك قد ايه عندك شغف بالتعليم. شكرا لك زينة عبد الله، معلمه لغه انجليزيه وكمان اعتدال دايده مديره المدرسه. الف مبروك، وعلى امل بالفعل كلنا مع بعض نوصل لثقافه التميز بالتعليم.